احنا بنشغل ده، الهدف من المناقشة ده. وعلشان ده يفضل شغال لازم يبقى فيه دايما عندنا نسمة أحمد وغيرها من الأمهات المصريات. نسمة أحمد سيدة مصرية فاضلة ما قعدتش راح تحط أيديها على صدرها كده وقاعدة متخاذلة أو يائسة على الإطلاق. نسمة أحمد ظروفها مش لطيفة على الإطلاق، عندها 3 ولاد، هي انفصلت عن زوجها، أو 3 أطفال يعني، انفصلت عن زوجها من حوالي 7 سنين. وللأسف الشديد احنا ما بنطلقش بقى أحكام خالص، أنا ضد فكرة إطلاق الحكم. محدش يعرف حاجة عن هذا الزوج، العيال ما تعرفش أبوهم عن أبوهم حاجة خالص. بدأت تعمل إيه بقى الست نسمة؟ تشتغل أكل بيتي عشان تكفي احتياجات بيتها وولادها والمصاريف. بدأت تنزل تصور الأفراح. عملت منحل صغير كده على القد، وتوصل برطمانات عسل النحل على توك توك لحد الناس، لحد الزبون. اشتغلت سواق تاكسي في ديار بنجم في الشرقية. ايه يا جماعة؟ وعملت الموضوع ده للبنات بس. والله. وتشتغل على توصيل الطلبات زي ما كنت بقول لكم، بقى توصيل طلبات بشكل عام مش بس منتجات المنحل الصغنطوط بتاعها. السوبر وومن نسمة أحمد، سوبر وومن مصرية، وبالمناسبة هي نموذج لست مصرية كثير التكرار. نسمة مش لوحدها. طب انتوا عارفين انه تقريبا 91% من غذاء العالم، غذاء أي حتى في النشاط الزراعي، تقوم به السيدات؟ مش عارفين الحكاية دي صح؟ طب أديكوا عرفتوا ودور ورايا بالمناسبة يعني. خلونا نشوف التقرير ده عن نسمة اللي بتعتبر نموذج حلو مشرف للست المصرية عندنا في الشرقية. نكمل الكلام. أنا اسمي نسمة أحمد فرج من مركز ديار بنجم محافظة الشرقية، عندي 34 سنة، أم ل3 أطفال سلمى وعلي وساندي. سلمى وعلي توأم، عندهم 14 سنة تالتة إعدادي، وساندي عندها 8 سنوات في تانية ابتدائي. الحالة الاجتماعية أنا منفصل عن زوجي، يعني أكتر بقالنا يعني منعرفش عنه حاجة أكتر من 8 سنوات، وأخدت حكم محكمة انفصال، كنت رفعت قضية خلع وبعد كده حولته لطلاق ضرر، بقالي أكتر من 4 سنوات، وحاليا احنا لوحدنا يعني أنا وأولادي. أنا في الأول كنت حاسة يعني إن في إيد تانية معايا بتساعد أو شايلة، أو إن أنا هطلع الشغل حتى على الأقل والدهم قاعد معاهم. أما دلوقتي اللي هو الصعوبات مرت بيا وولادي وهم صغيرين، كان لسه عمرهم لسه صغير، فلما بدأت إن أنا أخد سوق العمل أو أطلع للشغل هنا وهنا وأدور على أكتر من شغلانة، فكنت ببقى بين نارين، ما بين نار إن أنا إزاي أسيب أطفال صغيرة لوحدها في البيت، وما بين نار إن أنا شغالة برا مش قادرة أسيب الشغل وأجي أبص على العيال. الأول كنت بختار اللي هو الشغل اللي هو ما يبعدنيش عن الأولاد بقدر كافي، اللي هو كنت شغالة الأول، اشتغلت في الشغل الأكل البيتي من وأنا في البيت جنب منهم، فقعدت أفكر في الحاجات اللي هي ما تخلينيش أخرج أو أسيب الأولاد في عمر زي ده وأطلع ويبقوا هم في مكان وأنا في مكان. فبدأت أعمل أكل بيت وعملت جروب صغير كده على السوشيال ميديا على الفيسبوك، وبدأت اللي هو أسوق لنفسي من خلاله، أعمل الأكل وانتشرت في مدينة ديار بنجم من خلال الجروب، واتفقت مع حد دليفري اللي هو بتاع عربية يجي ياخد مني الأكل ويوصله، والحمد لله تعرفت بكده. وشوية شوية بدأت أشتري عسل اللي هو بالكيلو كده وبدأت أوزعه برضو، قلت حاجة جنب حاجة، لأن مصدر الرزق طبعا عايز خفية شوية وعايز أكتر من مجال عشان اللي هو إن أنا أوسع من نفسي يعني شوية. اشتغلت في مجال التصوير، ومن بعد مجال التصوير طبعا برضو مش هو ده العائد اللي كان مغطي، أنا كنت معتقدة اللي هو إن الحياة هتبقى زي الأول، يعني اللي هو ده العائد الربح اللي هيغطي بيت وأولاد وكده، لقيت الموضوع أصعب من كده جدا. كنت قاعدة مع ناس صحابي
الست جارتنا دي ست محترمة، فبتكلم معاها وكده، فعربيتها موجودة، عربية خاصة بتاعتها. قلت لها طيب، ما عرضت عليها فكرة ان احنا نشغلها. قالت لي هتشغلها في ايه؟ قلت لها ممكن اوزع عليها عسل، ممكن مثلا اشغلها تاكس للبنات او كده. قالت لي يا بنتي ممكن ما تمشيش او كلام من ده. قلت لها نجرب، احنا مش خسرانين حاجة. فنزلت بوست على الفيسبوك، كتبت تاكسي لتوصيل او مشاوير البنات، تاكسي خاص بالبنات فقط. فلقيت عليه اقبال ما كنتش اتوقعه وما كنتش اتخيله خالص، شجعوني وحفزوني على كده. رسالتي لكل سيدة او لكل راجل مثلا بيقول ما فيش شغل او كده، ما فيش حاجة اسمها ما فيش شغل. احنا اللي بنختلق الشغل من لا شيء. يعني الحاجة دي بتجيني من افكار وانا قاعدة على السوشيال ميديا ولا قاعدة على النت وقاعدة عادي خالص، فبفتكس افكار اللي هو بطلع منها شغل.